كشباب. يا أولاد، هل ترونني عجاز؟ بصراحة أنت محظوظ، فالدهون الزائدة تملأ التجاعيد وتخفي عمرك. ها؟ احذر عمري. مليون. نعم، ما أظرفك، ألا تعرف مواليدي؟ أنا لا أعرف، ربما العصور الوسطى. نعم، عصر النهضة. هيا قولا إني تكونت مع الأرض، يكون هذا أفضل. هيا أبي أخبرنا أرجوك، هل شهدت اكتشاف النار؟ نعم أم لا؟ ماذا قلتما لبابا؟ لا شيء أمي، كانت مسحة فقط. طلب منكما بعض المديح؟ نعم، لكن المدح تحول إلى مسح أمي. أعرف ما مشكلات العمر، فأنت عجزت أيضا. عجزت؟ نعم، لدرجة أنك تعلمت القيادة على حصان قبل السيارة. عجوز لدرجة أن أول صورة لك على جدار كهف. عجوز لدرجة أنك بدأت الزحف مع بداية زحف القارات. عجوز لدرجة كفى. لا أحد يبقى شاباً، وغداً سنرى كيف ستشعران عندها. سنكون تمام التمام. أشعر بأنني في 12 من عمري منذ 5 سنوات. سنبقى صغاراً إلى الأبد ولن نت... هل أمورك تمام؟ ماذا يحدث؟ هناك مشكلة في أصواتنا. غريب، خشونة صوتك هزت أمعائي من الأعماق. غريب فعلا، لكنني لن أعكر مزاجي، سأكلم باني لنلتقي في المول. منزل فيتزجيرالد. هل يمكنني التكلم مع باني أرجوك؟ تمزح معي؟ لا. قل لي إنك تمزح. لحظة، أنت لم تفهم الحكاية. أي حكاية يا ظريف؟ أن تكلمنا وتخيفنا بصوتك؟ تظن صوتك مخيفا؟ إليك صوتا مخيفا. اسمع جيدا، علقت مع الشخص الخطأ، الخطأ تماما، فأنا مهندس معماري خطير جدا. إذا توقفت عن الاتصال بابنتي سوف أسامحك، أما إذا اتصلت ثانية فسأجدك وأبني حولك بيتا بلا أبواب. هل أعجبك هذا؟ بكل تأكيد يا سهم البورصة. تفضل معي يا ظريف. هلا، تذكرتين للأطفال. يا أمو، يا لك من مزعج. نعم، ماذا؟ لما؟ أين رجولتك؟ أين لحيتك؟ وأين فأسك؟ ولما تحمل فأساً أصلاً؟ لأقطع الطريق بسرعة. عفواً عمو، نحن لسنا أبداً كما تظن. بل صوتك الرجولي يفضح من أنت. إن أجدادنا هم من بنوا الأمجاد والتاريخ، وأنت هنا تمثل فقط أنك مجرد طفل صغير. يا للعار. عفواً، نحن لا نمثل، نحن أطفال. سأرفع اسميكما لمجلس الفرسان. لما تريدان خصماً وتملكان جبال ذهب؟ كل ذلك الشر في جسم صغير. هيا بنا نمشي داروين، تعال نمشي الآن. أرأيت، لن نمشي كثيرا. انظر. عرض الموسم، اشتري واحدا واحصل على واحد، هذا يوم حظنا. لا، انظر، نصف السعر على بسكويت الشوكولاتة. يا صباح الشوكولاتة. مهلا، لحظة. أنا البسكويت. أهلا، أعرف أنني مجرد موظف هنا، لكن عيب عليك أن تكلمني هكذا. آسف. طيب، بدأت تزعجني الآن. تعرف أننا لا نستقبل الزبائن قليلي الأدب. الموضوع ليس بيدي. طيب، صار الموضوع بيدي. قلبك كبير لكن عقلك صغير. بسيطة، انتهينا. سيكوريتي، لدينا حالة مستعصية في الممر العاشر. أصبح عني. ما الذي يحدث هنا؟ يمكنني التحكم بطبقة صوتي. ولا أري غاضب مني كثيرا. بسيطة، سأحل المشكلة. أستاذ، لو سمحت هدئ أعصابك. أنا هادئ. لا تضطرني لاستخدام القوة، أخفض صوتك. لا أستطيع. طيب، خيار خاطئ. لا يمكنني فعل شيء إلا الطلب منكما مغادرة المجاري.